الأخ أحمد من طرابلس يسأل عن شرعية الحج بمال الأمة، يقول كما ورد في قرار رئيس الحكومة. هو يعني ولي الأمر له أن يتصرف في مال الأمة بما فيه مصلحتها، يعني اللي فيه المصلحة للأمة له أن يتصرف. وهذا موضع قد تختلف فيه الأنظار، في بعض الناس اللي عندهم يعني قرعة الحج بعضهم قد لا يملك يعني ثمن الحج، فهو يعني يفرح بهذا الأمر ويعد ذلك مصلحة، يشوف فيه مصلحة ويريد أن يحج. لكن يعني من باب النظر في مصلحة هذا الأمر، هناك أمور أولى وأوجب. الذي لا يملك ثمن الحج لا يجب عليه أن يحج، يقدر يجلس، والله عز وجل قد عذره، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. لكن عندنا ناس عافانا وعافاكم الله عندها أورام، عندنا ناس جرحى يبوا يعالجوا، عندنا ناس يحتاجون إلى لقمة العيش باش يأكلوا، فولي الأمر يجب عليه أن يعني يصرف هذا المال في هذه الضروريات التي لا خلاف فيها. هذه الأشياء التي يحتاجها الناس هي التي يجب أن يصرف المال فيها. إذا فاض المال وزاد على هذه الضروريات ويعني اكتفى الناس، له بعد ذلك أن يستعمل هذا المال في تحجيج الناس، إحجاج الناس، أو تزويج الشباب أو غيرها، يعني هذه الأشياء التي يستطيع أن يكمل بها هذا المال إذا كان فيه فائض. لكن هناك أشياء يجب صرف المال فيها أولا، الأشياء التي يجب صرف المال فيها أولا هذه هي التي ينبغي أن يصرف فيها المال، لا أن يصرف في، لا أقول تبديد مثل صرف المال على المغنين وعلى المحتويات الفارغة، هذاك محرم. لكن الآن احنا نقول عند يعني أولويات فيها أشياء يجب الإنفاق فيها، لا ينبغي له أن يترك بندا يجب الإنفاق فيه ليذهب إلى بند لا يجب الإنفاق فيه، والله سبحانه قد عذر غير المستطيع.